مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. سلام. سلام الخير. عندك العلوم. عندك العلوم. والله عندك أبو سليمان هناك تفضل. أقلتوا. مرحبا بكم من مبداكم الملفاكم. يلا حي. صلوا على محمد. صلوا على محمد. الله يسعدكم ويسعد مساكم. مساكم. حنا جينا. مرحبا. واحنا جينا وترانا مقيمين. وتحملونا نبي نعطي كل حقه فالتقييم قايم واحنا بكوننا في هالمكان يعني وجيتنا عندكم انا ادري انكم فرحانين بها واحنا فرحين جايينكم لكننا جايينكم على تقييم وعلى درجات وانتم كفو واحنا جايين لحدكم وعساكم في الوجود. معكم كلام خويكم يكفي؟ نعم يكفي. مرحبا بكم عد ما مشيتوا. التقييم له باب الجواب واللي يستحق اعطوه اياه والكرامه هي حد ما لها دخل لا في ذي ولا في ذي، كرامتكم في القدر. والله يحييكم وما سد اللي في القدر، السوق موجود باسمي وباسم اخويا على ذول وسلامتكم. سلامتك. مرحبا. اقلكم حياكم الله. والله هلا ومرحبا ومسهلا. مرحبا والله مرحبا بالليل هنا يا مرحبا بالليل هنا عدنا النجوم المستقرة عدنا النجوم المستقرة خوينا غالي علينا خوينا غالي علينا حلا مع المحزن ذخيرة يا مرحبا بالليل بونا يا مرحبا بالليل بونا عند النجوم المستنيرة خوينا غالي علينا خوينا غالي علينا حلا يا مرحبا بالليل فونا مرحبا عد النجوم المستريره خوينا غالي علينا حله مع المحزن ذخيره ابيض الله يجزيك علي يجزيك علي هلا هلا والهلا مرحبا كيف حالكم يا ريال الارض ترحب والسماء ترحب مرحبا القهوه يا ولد مرحبا القهوه مرحبا ابو علي هلا سم تتوقع انك بتفوز بهذا المنصب ما شرط ها انا ادي اللي علي والتوفيق من الله ثم من الانصاف ارحب إذا فزت في يوم من الأيام إي نعم وش توعد اللجنة به؟ أوعدهم أول شيء بالخاطر الطيب وخدمتهم طال عمرك في المجلس وأنا أعتبر خادمهم في المجلس ونمشي على طاعة الله ثم ولاة الأمر ثم ما يفيد المشاهدين والمتابعين ما بيقعدون ينتظرون قدام الشاشات وما نطلع لهم بفائدة إن كان بس ترديدة مرديدة فلا خير فينا ولا في مجلسنا يا سلام لابد من شيء جديد يوميا سلمت الله وجهك فهذا تخطيطنا والباقي على الله سبحانه وتعالى طيب سؤال أخير نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي الله بالخير حنا ضيفان ما نستقبل يا شيخ عابرين الطريق ايش اسم عندنا موعد عابرين الطريق في موعد في موعد حنا الطرقية ولا معنا معاميل ولا معنا صلوا على محمد نبي فنجان قهوة صلوا على محمد اعطيه فنجان قهوه اعطيه انتوا جيراننا والله يحييكم تعال لكن احنا في علم والله واجب انكم تقطعون علمنا مع الرياجيل ليه ما احنا برياجيل الا رياجيل لكن جيراننا لنا سفر يا ابو اسمع يا ابو تخيل يا ابو تخيل يا ابو تخيل يا ابو تخيل صل على النبي صل على محمد ما دخل يا ابو تخيل اكيدهم صل على محمد بالله لا اله الا الله انا من ذكره اقول على راسي جيرتكم لكن اعتداءكم هذا مرفوض جمله وتفصيله حنا جونا الضيفان وقلطناهم احنا نعطيهم العلم وجيتوا تقاطعون علينا من النص وهذا عيب هذا قوانين ما تقبل هذا قانون ما يقبل طيب خلنا نقعد تفضل تفضل اقول الله يحييك عد ما مشيت لكن احترموا تقليط الضيوف وحنا نعطيهم العلم انتم خطمتوا علينا ذحين الله يحييكم اجلس اجلسوا مرحبا هيب يلتزمون بالامر ابو علي هلا سؤال اي نعم لو فرضا فاز ابو تخيل بهذا المنصب نعم وش بتكون ردة فعلك وش بيكون وضعك اقول الله يبارك له واجعلنا مجملينه في اي شيء ممتاز ردودك ممتاز نعم تفضل يا ابو عبد الرحمن
الله يبيض وجهك يا ابو علي، انت وفريقك، انتم موجهك. انتم فريق حقيقه متعب. واحنا ودنا تمنينا ان قيمنا قبل لا نعرفكم، وان نجي ما نعرفكم عشان نقيم باللي 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 حنا نقدر. لكن احنا لما عرفنا الرجال وعرفنا المعادن وعرفنا، قابلتنا الصعوبه في التقييم. وانا اقول قبل شوي لابو عبد الله واقول لابو سليمان، ترانا اليوم نبي نقيم بنعطي، وانا داري ان كل التقييمات كلها تكون اللي تستحقونه، ما احنا معطيكم اللي تستحقونه. تسلمون. ولا فاصل بيننا وبينكم في تقديري انا، في تقديري انا وجهه نظري، الا هالحبل. هالحبل هذا شد الحبل يعني. شد الحبل. لا ودرجه هذا يعني. هو ها؟ البرنامج الثقافي ترى يمكن يبدعون. ايه؟ الان بعد ما نخلص من عندكم في برنامج ثقافي. هذا هو اللي يبي يكون. اللي بيجي يجيب فريقك كامل. تجلسوني على الجنب وبتخيل على جنب. قدموا مشاهد، قدموا مسرحيه، قدموا انشاءات، قدموا على درجات كلها. جاهزين طلع. تفضل ابو سليمان عندك شيء؟ ابدا والله. اقول اولا فالله يبيض وجيهكم، شكرا على اخلاقكم وشكرا على استقبالكم. وصحيح زي ما قال ابو عبد الله نفداه وزي ما قال ابو عبد الرحمن، هي المساله يا طوال العماره العمل يكفينا، تعبكم من البارح الى الان وانتم تعدون وجبتوا الذبيحه وجبتوا العلوم الزينه. وانا اشكر راعي المبادره ابو عبد الله، الله يطول عمره، وهذه طول اعماركم مفاجاه على الحقيقه. حلقه الليله بالذات احنا صحيح ان فيها تمثيل وفيها طلع عمرك يعني زي ما تقول ترفيه وكذا، لكن يبقى طلع عمرك الشيء اللي هو يبقى شيمنا وقيمنا ومذاهبنا والعلوم اللي طلع عمرك. احنا نشوف طلع عمرك وعلي الله يطول في عمرك، انت والشباب اصغر واحد في السن لكنه كبير قدر، كلكم مع بعض يد واحده، وهذا مجتمعنا السعودي كذا. فانا ان قيمنا كثير ولا قليل فلا هذا لا يزيدكم فانتم بزياده، ولا ينقصكم فانتم الكمال لله كاملين وسلامتكم. سلمت ارد بكلمه برضه. اولا فاحنا نحترم مقدمنا وما جاب وقال لنا من البارح وجهة نظر، وحنا مكملين لبعض بيضان وجه. لكن المنافسة مهما اشتدت ومهما وصلنا إلى 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 زيادة عن الماهول، فالهدف واحد هو النجاح، والنجاح خويي من نجاحي. في النهاية نقول له مبروك ونقول هارد لنا ونفزنا. روح الرياضية طيبة، هذا الروح الرياضية. ردوده أحسن من ردود أبو تخيل في نهايتنا هذه. ردوده أحسن من ردود أبو تخيل. كل العلاقة معقولية. ها؟ كل العلاقة معقولية. كيف لو سمحت يا أخي؟ أقول أنا يمكن مردودي على. كيف كل العلاقة معقولية؟ معقوليتي يعني أنا إني ما قريت ولا كتبت، والرجال يمكن رياضي وفي إيده حاجة. شطرطور. شطرطور. الشرطور. احترم الكابتنية. يا مدير التقييم احترم الكابتنية الله يرضى عليك. طيب بهم لحظه يا احنا سيرنا عليكم، انا عطيت ولا تمر الله يجزاكم. ما عندكم شيم ولا قيم. ابشروا بالشعر، ابشروا بالشعر. معلمي 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 اقول لك كبودنا كبودنا ما كبر كلمه غيره. ابو عبد الله نستاذن، احنا مقهوين. لا كلام يا ابو علي، يا ابو علي حاجه اسمع، شوف النظافه، شوفوا الزباير كيف تعلمنا. تعلمنا؟ لا لا تعلمونا؟ لا بس ننبه. انت تعلمونا؟ خلاص خلوه لو سمحتوا. يا ابو لو سمحت يا ابو علي، طلع لي خمسه انفار ارشد الحبل. ابو تخيل ازهل، انتم معك خمسه. ابو تخيل انتم معك خمسه. انت في الاول، انت في الاول. يلا هنا هنا.